أنا جبرائيل أحمد، محافظة العنصر، إدارة فتنة التعليمية، مدرسة الجزيرة الإجتماعية الإدارية المشتركة. سألقي على مكان حضراتكم قصيدة بعنوان أنا طفل طريق لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. أودي هذه القصيدة لإخواني شعب الأخضر أن يكون من فاضل البصر، لعلها تكون لمسة وفاء. يا أمي يا أمي ما تفل التنائي، وما الضياء وما القمر، بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يجاهل الدجر أن فيها قطعة وتتنار يا مستعد. لا تزيد السير قال الطريق والقصر، فالنور عندي كالظلام والاستقالة كالقطر. أمشي أهاجر إذا أخطو خطر، والأرض عندي يستوي منها البطائق والعبر. عبادتي عبادتي هي ناظري، هل في جماعة من نظر؟ يجري استغرار ويلعبون ويرتعون ولا ضر. وأنا ضرير قائد في عقل داري مستقر. ويلاه ويلاه الأرض الحياة بغير عين أو نظر، الله يقف بي ويسرق ما يقاسي. الله علي مبني العزيز، علي زلنا، أنا ما قلتش لحد ينزل إلا أنت. طيب زي بقى حمزة، حمزة 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 حمزة